فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. كتاب البخاري كتاب المسقاق على باب فضل سقي الماء. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال اخبرنا مالك مالك النجم عن سمي مولى ابي صالح عن ابي صالح ذكوان الزيات عن ابي هريره رضي الله عنه سيد السبع المكثرين عن النبي الامين. الحمد لله احبكم الله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل السرى من العطش. قال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا. قال في كل كبد رطبة أجر. تبع أحمد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا ابن مريم حدثنا عن نافع ابن عمر عن ابن ابي مليكه عن اسماء بنت ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى صلاه الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت اي رب وانا معهم. فاذا امراه حبست قال فاذا امراه حسبت انه قال تخدشها هره. قال ما شان هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. وفي رواية أيضا حدثنا إسماعيل المنقري قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال فقال والله لا أنت أطعمتيها ولا سقتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت خشيش الأرض. كل هذا حديث أراد رضي الله عنكم جزاكم الله خيرا أن نسيم الفجر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يبين بأن السقيا على الخيس السقيا ولأنه يعني لو بلغت الذنوب إلى عن السماء وكان فيها من الحسنات ما فيها يرتقي بها المرء لأن تغفر سيئاته. فالحديث الأول أراد أن يبين كيف سقي الماء لأن كتاب المسقاة يقول رجل اشتد على العطش فشرب فوجد نزل بئرا فشرب منه فوجد كلبا يلهث فيأكل الثرى من العطش فملأ خفه بالماء وأعطاه إياه فشكر الله له فغفر له فشكر الله له فغفر له. أول شيء كما قلنا السقيا من أعظم المكفرات. فالإنسان إذا فعل يعني الصغائر او الكبائر واراد التكفير عليه بسقي الماء فسقي الماء تكفر السيئات سقي الماء تكفر السيئات والخطيئات. وقد نقول سقي الماء ايضا تكفر الكبائر والصغائر. ما فعل خفه مسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. الرجل يعني له من المعاصي ما له لما تعامل مع الله جل في علاه باليقين واحسن الى العجموات وفتح له بابا للمغفرة مغفرة سيئات الصغار والكبائر بأنه لما نزل فسقى للكلب فشرب الكلب منه فشكر الله له فغفر له. والنبي يتعجل يقول يعني لنا في البائم أجر. قال في كل كبد رطبة أجر. ما أطعمت هرة ما أطعمت كلبا ما أطعمت شيئا من
التي يتقرب بها المرء الى الله جل في علاه، كما قال مثلا ما غرس مسلم غرسا فاكل منه الطير او الانس او الجن كان صادق له، والا ما يحتسب لكان صادق ما دام قد فعل هذا الخير. فالكلب هنا يلهث وبلغ من عاش مبلغا فسقاه فغفر الله له فادخله الجنه، غفر الله له فادخله الجنه. هذه فيها دلاله على ان مغفره الذنوب على سقيا الماء، على سقيا الماء. والفائده وايضا الحديث الثاني ان النبي صلى صلاه الكسوف وبين انه دنت النار من وجد امراه تختشها هره، في الاخرى دخلت امراه النار نعم في هره حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض رضي الله عنك كثيرين، احسن الله عليك، لا هي تركتها تاكل من خشاش الارض وحبستها، لا تركتها لا اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. لذلك يعني الله تعالى قد جعلها في النار، قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. والله يشكر من عباده الاعمال الصالحه، فقد شكر الله جل في علاه لابراهيم حين وفى فجعل له لسان صدق في الاخرين. وشكر له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فجعله سيد الاولين والاخرين. فالشكر عباده عظيمه يحبها الله جل في علاه، فالشكر نصف الدين والصبر النصف الثاني. شكر الله له فأسقى، شكر الله له فغفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، حينما يعني تقدم إلى سقيا الكلب فشكر الكلب الله لها له فقبل الله فغفر له. أفضل مكفرات السيئات سقيا الماء، سقي الماء هي أكثر القربات التي بها تكفر الخطيئات والزلات والسيئات. في كل كبد رطب أجر، في كل كبد رطب أجر. ما أدري هذه الثانية أم الثالثة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.